شارك وفد برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية الأيوسكو، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للمنظمة بالعاصمة الإسبانية مدريد. وتناولت الاجتماعات الأوضاع الحالية لأسواق المال العالمية ونظرة عامة عن المخاطر المتوقعة المتعلقة بأسواق المال خلال عام 2018 وكيفية التعامل معها. وقال عمران إن مجلس إدارة منظمة الأيوسكو ناقش معوقات تبادل البيانات الشخصية بين الدول الأعضاء بالمنظمة بعد تطبيق قانون حماية تداول المعلومات في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بحلول مايو 2018، وأيضا الاتفاق على توقيع اتفاقية إدارية تنظم تبادل البيانات الشخصية. وكانت مصر قد انتخبت لأول مرة لعضوية مجلس الإدارة المنظمة للدورة 2014-2016، ثم أعيد انتخابها في شهر مايو الماضي لدورة جديدة.